جوز كلام. يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، شو هالنشاط هذا كله من جوزيف؟ صباح الخير. صباح الخير، يلا روح غسل وجهك وتعال العاب رياضة معي. ايه لا دايمي، انا رايح اعمل قهوة. ابو فاكر تعال العاب رياضة معي ها، وبعدين بنشرب القهوة. احول ولا قوة الا بالله، عندها الصبح انه شو اجى ببالك تلعب رياضة؟ ما بالعادة. اليوم ذكرني الفيسبوك انه اليوم هو اليوم العالمي للرياضة، امتى تنشطت؟ يلا يلا تعال. ايوه شبك عم تضحك؟ ضحكني معك. لا لا ابدا، ما في شيء ما في شيء. شلون ما في شيء وانت فارت من الضحك؟ إلا أنه اليوم هو اليوم العالمي للضحك، مشان هيك حبيت أعمل مشاركة بهاليوم والضحك. لكن ضحكي ضحكي دعم حكي بعدها تعي. أم جوزيف، شو هاي الوراق اللي بإيدك؟ منشورات. شو منشورات؟ ما منشورات وكلي الله، وين طلع فيهم؟ لك بدك تروحينا أنتي؟ لك شو بكر تعبت؟ مو منشورات من اللي بالي بالك. لكن شو؟ هدول منشورات توعية مشان إيقاف التدخين. أيوة، وين أخذتيهم ورايحة بالله؟ رايحة وزعهم على الشباب والبنات بالقهاوي. هلا بالقهاوي بدك توزعيهم؟ بالله، لكان وين وزعهم؟ بالمشافي؟ لا بس قصدي يعني إنه بالقهاوي مين رح يرد عليكي ولا يفتح هيك منشورات يعني؟ المهم أنا أعمل اللي علي، اليوم هو اليوم العالمي لإيقاف التدخين، ولازم نكون إيجابيين وفاعلين بهذا اليوم، يلا روح البيت وتعال معي. أيوة أنا شو دخلني تاخديني معك؟ أنا مو جاي عبالي احتفال دايمي. بلا بلا، بدنا نحتفل ونكون إيجابيين. يلا حبيبي عم استناك. ولي علينا، شو ناوية تعملي؟ لكان باليوم العالمي لأمواج تسونامي ولا باليوم العالمي لتنظيف دورات المياه؟ أبو فاكر ما بدك تعمل لك شي حلقة عن حقوق الإنسان؟ خير، شو إجا ببالك؟ بهذا الأسبوع بصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. بالله؟ ليش ما بتعرف؟ لا والله، من وين بدي أعرف؟ أقل شيء من الفيسبوك، ولا ما ذكرك الفيسبوك؟ لا والله ما ذكرني، أما فيك تذكريني. هيك يوم ما لازم ينتسى، خاصة بالوضع الإنساني الصعب يلي عم نمر فيه نحن السوريين. إيه هو لأنه نحن السوريين شكله الفيسبوك نسي إنه إلنا حقوق إنسان، قام بطل يذكرنا بهذا اليوم. لقوم بلش بالحلقة، لكن يا رب. جوز كلامه.